بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب شباب، نكمل في الفيديو التاني ازاي بقى نعمل كونفجر للاي سي فاير وول. احنا خدنا خلاص ازاي اضيفه على الجي ان اس وعملنا له البيزك كونفجر بتاعه، اي بيات للانترفيس بس والسكيورتي ليفل. طيب بس كان في حاجة كده انا كنت اخطأت فيها. تمام، السكيورتي ليفل بتاع الدي ام زي انا كنت عاملها زيرو. تمام، المفروض السكيورتي ليفل بتاع الدي ام زي نتورك 50، حاجة من 0 ل 100. تمام كده، فهنا لو عملت انيبل مفيش باسورد، لو عملت شو انترفيس اي بي بريف، تمام انترفيسات عندي واخده اي بات اهي. بس انا عملت شو رانينج كونفيجريشن، هنا كان الانترفيس جيجا 0 على 0 واخد نيم اي اف انسايد، وجيجا 0 على 1 واخد نيم اي اف اوتسايد، وده 100 وده 0، كنت عملت ده 0 برضه. تمام، كان المفروض هنا انترفيس جيجا 0 على 2 ده اخش بس اعدل عليه انترفيس جيجا 0 على 2 جيجا 0 على 2، هقول له نيم اي اف دي ام زد. تمام كده، بس السكيورتي ليفل خليها 50 مثلا. تمام، طيب نعمل كونفيجريشن بقى كده. احنا سطبنا البرنامج ده خلاص اهوت، وده برنامج الاي اس دي ام اللي هفتح منه الاي اس اي فاير وول. تمام، الاي بي بتاع الفاير وول بتاعي هو 192.168.1.1. تمام، اليوزر نيم كنا عاملينها ادمن، والباسورد كانت سيسكو. اوكي، هبتدي هو دلوقتي يكونكت على الفاير وول بتاعي ويفتح لي صفحه الاي اس دي ام. اول تراست اس، طبعا زي ما اتفقنا الجافا دي لازم تكون موجوده عشان تعرف تشتغل البرنامج ده. هو دلوقتي بيحاول يفتح الاي اس اي فاير وول اهوت، بس بجي يو اي بقى، عشان بدل ما كنا بنتعامل جي يو اي سائل اي من الاي اس اي من هنا، لا كل شغلنا هيبقى جي يو اي. طيب مش عارف اي حكايه البروسيسور النهارده، فاير وول ده سحب بروسيسور عليه قوي كده. هو هنا بيحاول يعمل لودنج للكونفيجريشن اللي موجود على الاي اس اي فاير وول او على الاي اس اي في دي. كل دي لوج مسج موجوده تحت اهيت. تمام، تمنيش اللوج مسج دلوقتي في حاجه. طيب ده شكل الفاير وول بتاعك من جوه، شيل بس دي. تمام، هنا ده الاي اس اي فاير وول اهوت، ديفايس تايب اي اس اي في. تمام كده، هنا الاي سي فيرجن 9.3، الاي سي ديم فيرجن 7.3. تمام، شغال راوتد، ده حجم الفلاش، ده حجم الرامات اللي موجوده فيه. طيب وده هنا بقى انت مستخدم الميموري قد ايه، مستخدم البروسيس بتاعه قد ايه. تمام، الراجل اللي مضيع لنا البروسيسور بتاعنا ده. تمام، وهكذا. والانترفيس بتاعتك حالتها قد ايه. عايز تعمل كونفيجر ببساطه، هتجيب التاب بتاع الكونفيجريشن، بروسيسور بس خلاص بيجيب اخره. طيب هو واخد قد ايه بروسيس من الراجل ده؟ الاي اس اي واخد مني 2 بروسيسور ورمات 2 جيجا. ماشي، معلش الدنيا عندي تقيلة شوية. تمام، ادي التبويب بتاع الكونفيجر اهوت. لو حبيت تعدل في الانترفيس هتنزل هنا على الانترفيسز، هتشوف الانترفيسز اللي موجوده عندك وتعدل بقى في الاي بي. عايز تشغل، عايز تدي الاطار اي بي بتاع حد، عايز تضيف كارت شبكه من اللي احنا سايبينهم دول، تدي لهم انت اي بي ونيم اي اف وسكيورتي ليفل وهكذا. طيب طبعا الجهاز زي ما انتم شايفين كده، الجهاز معايا تقيل. تمام، بسبب البروسيس اللي الراجل ده سحب بروسيس كبيرة جدا من الجهاز بتاعي. الاتنين في ام مايا ساحبين كل حاجة، هو الداينامابس مش سايبين الجهاز نفس يتحرك. طيب عامل ايه؟ طيب انا مش عارف اتعامل هنا خلاص شباب في الجي اي في ظل البطء ده. فاهم كده، انت ممكن ترجع بقى ان شاء الله للتسجيلات القديمه، هي نفس الفكره بالظبط ونفس الكونفيجريشن ونفس كل حاجه، مفيش حاجه تتغير بقى خلاص. يعني من هنا تتعامل مع الانترفيس بتاعك، من تحت من هنا ديفايس مانجمنت تتعامل مع الدي اتش سي بي. تمام كده، هتقدر تعدل في الكونفيجريشن بتاعت الدي اتش سي بي بتاعتك. من الفاير وول هنا تقدر تعمل الكونفيجريشن بتاعت النت. تمام كده، ادي بتاعت النت اهيت. تمام كده، عايز تعمل ديفولت روت
تمام كده. من هنا هتلاقي الراوتنج، عايز تعمل الديفولت روت بتاعك ستاتيك روت، نفس بالظبط العمليه بالظبط، حتى الفي بي ان كونفيجر كل حاجه فيها زي ما هي بالظبط، مفيش اي اختلاف في اي حاجه. انا بس هضطر اوقف برضو لان مش عارف البروسيسور بتاعي احتمال ما يكملش معايا يعني بالمنظر ده. طيب هنا انترفيسز هو بدأ يشتغل سريع شويه، اهوت سريع سريع كده لو بسرعه كده نلحقه. تمام كده هنا الانترفيسز اهيت، ده الانترفيس انسايد والاوتسايد والدي ام زي نتورك اهي. لو عايز تدي اي بي للانترفيس ده اديت، اديله النيم اي اف بتاعه، هسميه اي حاجه انترنال مثلا. تمام لو عايز تديله اي اسم، سكيورتي ليفل بتاعه مثلا 70 مثلا ولا حاجه. تمام انيبل الانترفيس اكنك بتقول انه شوت داون. الاي بي ادرس بتاعه هديله مثلا اي بي. تمام والسبنت ماسك بتاعه تختار له السبنت ماسك اللي انت محتاجه، وبعد كده اوكي. وعشان يظهر لك بس الاوامر اللي انت شغال بيها، تولز بريفرنس هنختار بريفيو كوماند بيفور سيندنج زيم تو ديفايس، عشان بس يظهر لك الاوامر بتاعتك ايه. تمام فهنا تقدر تعدل الاي بيات والسكيورتي ليفل عادي. عايزين نعمل ديفولت روت عشان نرمي على الاي اس بي، هعمل اد اقول له بعد اذنك الانترفيس الاوتسايد اللي طلع لبره النتورك اني نتورك لو عايز اوصل لاي شبكه. تمام كده الجيت واي بتاعي هو اي بي الراوتر اللي قصاد اللي هو الاي اس بي. اوكي ابلاي، قال لي بعد اذنك انا هكتب الكوماند ده مفيش مشكله اتفضل. خلاص يبقى انا كده عملت ديفولت روت على الراوتر بتاعي. بعد كده عايز اشغل خدمه دي اتش اس بي مثلا مفيش مشكله، دي اتش اس بي سيرفر اهي. تمام على الانسايد نتورك اديت انيبل، البول بتاعتي هتوزع من اول 192 160 1 مثلا 100 ل 192 160 1 200 مثلا، هوزع 100 اي بي. الدي ان اس سيرفر 4 8 وينز، ما عنديش وينز سيرفر. تمام دي ان اس سيرفر تاني. تمام كده الدومين نيم الليست تايم هيقعد وقت قد ايه، مش محتاج اعمل حاجه من دول. اوكي ابلاي، ادي الاوامر بتاعتك اهي سند. يبقى الراجل ده اشتغل كمان كدي اتش سي بي سيرفر. عايزين نفعل ايه كمان؟ نعمل نت مثلا بالمره، عايز اقول له بقى الناس اللي جوه دول. تمام كده لما يطلعوا بره يطلعوا بالبابليك اي بي. النت رول اهي هقول له اد، هنا السورس انترفيس الباكت هتبقى جايه من الانسايد، خارجه منين؟ خارجه من الاوتسايد، راح الاوتسايد. السورس ادرس اني، لا هنشاور عليها كده نقول لا مش اني، ممكن نعمل اد كده نتورك اوبجكت. هنشاور مش على هوست بقى، هنشاور على النتورك كامله 192 168 واحد زيرو سلاش 24. بقى ده اسم النتورك ايه، تعال نسميها انترنت نتورك، دي الشبكة الداخلية. يلا يا عم البروسيسور مش بيستحمل انترنت نتورك. تمام كده وهنا الاي بي ادرس، الرينج بتاعها 192 260 واحد زيرو، والسبنت ماسك سلاش 24. ديسكريبشن مش مشكلة اوكي. يبقى كده الانترنال نتورك. تمام كده اروح على الديستنيشن مين؟ اني اني اي بي على الانترنت. السيرفس هتغيرها؟ لا مش هغير السيرفس ولا حاجه، سيبها زي ما هي. طالب تي سي بي بقى طالب بي تو بي، مش فارقه معايا ايه. تل نت اتش تي بي مش فارق معايا. النت طيب طبعا مش هينفع اشتغل ستاتيك 1 تو 1، هنشتغل دايناميك اللي هو البيت. تمام كده اللي هو مين تو 1 يحول البرايفت اي بي كلها لبابليك اي بي واحد بس. طيب السورس ادرس هيبقى مين؟ هيبقى الاي بي بتاع الاوتسايد، هناخد البابليك اي بي بتاع الانترفيس اللي طالع لبره. طب والديستنيشن ادرس زي ما هو؟ والسيرفيس زي ما هي؟ مفيش مشكله. وانيبل رولور ماشي ابلاي. معلش انا شغال سريعا شويه، بشرح بسرعه شويه عشان بس ايه الحق البروسيسور بتاعي. تمام لكن لو عايز ترجع بالتفصيل ارجع الفيديوهات القديمه هتلاقي نفس الكلام بالظبط ومشروح بالتفصيل. طيب ده خدمه النت كمان اهيت. يبقى انا كده قدرت على الراجل ده اعمل ديفولت روت، قلت له اي حاجه ما تعرفهاش ارمي على الاي اس بي، وعملت عليه دي اتش سي بي عشان يوزع ايباد في الشبكه الداخليه اللي تحت هنا. تمام كده وعملت نت عشان يتحول للبابليك اي بي اللي موجود هنا. طيب تالي دي اشهر الحاجات اللي كنا عملناها على اي سي فاير. طبعا لسه الفي بي ان نفس اللاب بالظبط القديم مفيش فيه اي تغيير. ثواني كده اوقف. بسم الله الرحمن الرحيم. طب يا شباب كده خلاص عرفنا ازاي نعمل كونفيجريشن الاي اس اي فاير وول، طبقنا على الاي اس اي فاير وول، عرفنا ازاي نعمل النت، عرفنا ازاي نعمل دي اتش اس بي، عرفنا ازاي ندي اي بي للانترفيس بتاعتنا، ازاي نعمل ديفولت روت. تعال نشوف بقى كده ازاي دلوقتي اسمح للناس اللي بره في الاوتسايد دول يخش جوه الدي ام زي نتورك بتاعتنا. كده الناس دول دلوقتي سكيورتي ليفل زيرو، لو حد فيهم حاول يخش جوه الدي ام زي نتورك مش هيعرف،
المفروض كنت اشغل ويب سيرفر هنا، بس كمان الجهاز بتاعي مش مستحمل حاجه زياده، فحطيت بس راوتر عادي واديته اي بي 215. يعني كل اللي انا عملته على الراوتر ده اديته، بس لو عملت شو راننج كده عليه، دخلت على الانترفيس فاست 0 على 0 ده، اديته اي بي 2115 تمام كده، وعملت له باسورد بقى للفي تي واي عشان اجرب بس التلنت عليه، قلت له اي حاجه ما تعرفهاش ارجع للجيت واي بتاعك، وعملت باسورد للفي تي واي عشان اجرب بس التلنت عليه. فلو جيت دلوقتي من الاي اس بي اللي بره ده اهو، الاول نتاكد كده الانسايد وصل بالاي اس بي، الانسايد اللي هم الناس دول، لو جيت دلوقتي احاول اعمل بنج على مثلا 1112 اللي هو الراجل الاي اس بي اللي بره ده، طبعا البنج ممنوع كده كده الاي اس فاير وول بيوقف البنج. طبعا مش هجرب بالبنج، هجرب بالتلنت، تلنت على 1112 اللي هو الاي اس بي تمام، قبل منه اهوت وطلب باسورد مفيش اي مشكله، يبقى كده فعلا الاي اس سي فاير وول سمح الناس الانسايد يطلعوا على الاوت سايد. طب تعالى من الاوت سايد كده حد يحاول يخش جوه النتورك بتاعتي تمام، هي سواء الدي ام دي نتورك او الانترنال نتورك، استحاله طبعا يقدر يوصل بحاجه زي كده. لو جينا جبنا الاي اس بي اهوت تمام، لو حاول مثلا يعمل تلنت مثلا او يخش على اي حاجة اي جهاز جوه الشبكة، تلنت على 192.168 مثلا واحد، هو اصلا ده برايفت طيب مش هقدر يوصل له. تعال تلنت على الدي ام زي نتورك كده اللي هو الراوتر اللي انا حاطه اللي هو 2115 ده، مش قادر يوصل، مش قادر يوصل للتن مش قادر يعمل تلنت مع الراجل بتاع الدي ام زي. بس انا عايز الدي ام زي نتورك دي الناس اللي بره دول يقدروا يخشوا عندي يعني، فاضطر اعمل بقى اكسس ديست على الاي اس اي فاير وول ده، اسمح للناس الاوتسايد يخشوا هنا بس لكن ما يخشوش جوه الانترنت تمام. تعال نعملها ازاي ديت، تعال نعملها جي يو اي برضو، هاجي هنا اهوت على التابوت بتاع فاير وول اكسس رول، كبر بس الشاشه معايا تمام، على الانترفيس الاوتسايد بتاعي هقول له اد، هنعمل اكسس ليست جديده الانترفيس الاوتسايد، هتعمل بيرميت لمين؟ اني سورس اي بي تمام. طب الديستنيشن مين؟ لا مش اني بقى تمام كده، الديستنيشن لو دخل على دي ام زي نتورك، لو دخل على نتورك 211 ماشي اقبل ماشي تمام كده. سيرفيس اي بي بقى او تي سي بي لو عايز تحدد نوع ترافيك معين حدد، بس انا سايبها اي بي يبقى سامح بجميع انواع الترافيك. يبقى انا كده قلت له اسمح لي بعد اذنك بيرمت، لو حاجه جايه لك من انترفيس الانسايد باي سورس اي بي راح الاي بي ده اهو اسمح لها عادي. اوكي ابلاي سند، خلاص كده اتطبقت، خلاص كده المفروض الفاير وول بتاعنا ده تمام بيسمح بالمرور للحاجة للاوتسايد تخش جوه الدي ام زي. طب نجرب، نجرب كده من الاي اس بي نعمل تلنت على 200 تاني، اه دلوقتي قبل مني على 2115 اللي هو الراوتر ده، قبل اتصال عادي وباسورد سيسكو، قبل يخش على الراوتر بتاعي تمام. لكن لو جه يحاول يخش جوه النتورك الداخلية دي استحالة يدخل جوه، اصلا هو ما عندوش اصلا روت يوصله للشبكة دي. طبعا انا كنت جيت على الاي اس بي وعملت ستاتيك روت عشان اعرفه 200 دي يوصل لها ازاي، عشان بس لما تيجي تعملوا اللاب انتوا في البيت، انا كنت عملت ديفولت روت اهو او ستاتيك روت، قلت له لو حبيت توصل ل 200 يبقى روح بس للفاير وول وهو يوصلك تمام. وده الطبيعي انت لو عندك دي ام زي نتورك فيها بابليك اي بي، الاي اس بي بيبقى عامل ستاتيك روت عليك تمام. فقلت له لو حبيت توصل لدول روح بس للاي بي بتاع الفاير وول ده وهو هيقدر يوصل. يبقى انت كده سمحت للناس الانسايد يكلموا الاوتسايد او يكلموا الدي ام زي عادي مفيش اي مشكله، وسمحت الاوتسايد يكلم الدي ام زي، لكن ممنوع الاوتسايد يكلم الانسايد غير لو كان الانسايد هو اللي طلب الريكوست الاول. وطبعا برضو الممنوع الدي ام زي يخش برضو على الانسايد لان ده سكيورتي ليفل، سكيورتي ليفل 50 ودول سكيورتي ليفل 100 تمام. بكده يعتبر الاساسيات كده بتاع الاي اس اي فاير وول كده الحمد لله انتهت. توفيق ان شاء الله شباب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.